مثل هذه المؤتمرات هي مؤتمرات علمية متميزة تضيف إلى تاريخ الحضارة المصرية سلسلة من البحوث المتميزة، خاصة أن مصر مرت بعصور وفترات تاريخية في الحضارة المصرية تميز عن أي دولة في العالم، بدءا من الحضارة الفرعونية، مرورا بالعصر اليوناني، العصر الروماني، العصر البيزنطي، حتى العصر الإسلامي. وفي الفترة من العصر البيزنطي وبداية العصر الإسلامي هناك تميز، كانت الديانة الرئيسية في العصر البيزنطي لمصر هي الديانة المسيحية، وانطبعت الحضارة المصرية بالديانة المسيحية، مما أضاف إليها شيء جديد، بل ورى بتراث قديم حضاري متميز الحضارة الفرعونية وتأثر بالحضارة اليونانية والرومانية، ثم إضافة متميزة بالدين المسيحي، وبالتالي ظهرت مجموعة من الفنون المعروفة باسم الفنون القبطية. دراسات خاصة بهذه الفترة يجب أن تظهر بشكل واضح لتضيف هذه الفترة. هناك متخصصون في فترة الفرعونية، هناك متخصصون في الفترة اليونانية والرومانية، هناك متخصصون في الفترة الإسلامية، وفي القبطية وفي الفترة دي بالذات العصر البيزنطي مع بداية العصر الإسلامي هناك ضعف في البحوث العلمية، لأن بعضهم إما من المتخصصين في اليونانية والرومانية أو متخصصون في الآثار الإسلامية والقليل في الآثار القبطية. لكن هذا المؤتمر له هذا الطابع المتميز، أنه يجمع هؤلاء جميعا في مؤتمر واحد. إذن هناك دراسات متناسقة متناغمة متكاملة تضيف وتضع رؤية واضحة لفترة متميزة من تاريخ الحضارة المصرية.